بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم صايبنا ميني كيك أو تشيز كيك بطريقة زوينة بزاف ومتميزة، نتمنى تعجبكم وديروها حتى نتوما في ديوركم. مذاقات مختلفة، نبداو على بركة الله في طريقة التحضير. هنا جوج بيضات، نص كاس ديال السكر سنيدة، نص كاس ديال زيت نباتي، ياغورت بنكهة الفانيلا، عندي 7 غرام بيكنج باودر أو خميرة الحلوة، 7 غرام ديال سكر فانيلا، رشة ملح، وعندي بالنسبة للدقيق 200 غرام ديال الدقيق، من الأحسن تغربلوه قبل. نبداو على بركة الله. بسم الله. بسم الله. نبداو بالبيض، جوج بيضات، نص كاس سكر سنيدة، 7 غرام فانيلا، غادي نخلطو مزيان غير بالفوي، غادي نزيد ياغورت نكهة الفانيلا، الزيت النباتي، غادي نخلطهم، غادي ناخدو الدقيق ديالنا، غادي نزيد عليه رشة ملح، غادي نزيد 7 غرام ديال باكين باودر أو خميرة الحلوة، وغادي نبدا نزيد تدريجيا في الخليط ديالنا. بسم الله. غادي نبدا نزيد الدقيق تدريجيا، نبدا نزيد ونحرك حتى نكمل كمية الدقيق اللي عندي كاملة. نعاود نزيدو، خلينا نوجدو المول ديالنا. غادي نكبو الخليط ديالنا في المول اللي وجدنا، غادي نسرحوها بحال هكذا في اللاطة. ما بقى لينا غير ندخلوها الفران تقريبا 21 دقيقة تطيب ونخرجوها من بعد. هذا هو شكل الكيك بعد ما خرجناه من الفران. غادي ناخذ واحد الطابع بحال هكذا، ما خليتها تبرد شويه، وغادي نبدا نطبع هكذا دوائر بحال هذا الشكل، بحال هذا الشكل. بعد ما كنقطعوا الكيك ديالنا على هذا الشكل، ندوزو للتزيين ديالهم. دابا ولينا غادي نصيبو التزيين. درنا الكريمه ديالنا طلعناها، غادي ديروا النوع اللي كتستعملوا، انا درت هذا النوع. غادي تلقاو طريقه الاستعمال في الظهر ديالو، كديروا جوج كيسان ديال الحليب مع محتوى الخليط وكتطربوه بالطراب الكهربائي. بسم الله. نحاولوا نديرو معك عالين شويه، غادي تجي فوقهم طبقه وحده اخرى ديال الكيك، هكا غادا بحال هكا حتى نعمرها كامله. نفس الطريقة الأخرى حتى هي،
ونفس الشيء هنديرو الكيك الاخرين. فاش كنزينو الحلوه ديالنا بحال هكذا كنديوها المجمد وغادي نصيب الطبقه اللي غتجي فوق منها. غادي ناخذ تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الكريمه، وغادي ناخذ نفرتت فوقها بسكوي عرفتو ديال الاوريو، غادي نفرتو من الفوق باش نخلطها معاه. غادي نخلط هاد البسكوي اوريو مع الكريمه بحال هكذا، كيجينا بحال هكذا. وغادي نديرو فوق الكيك ديالي، غادي نحاول نحطو فوق الكيك. كتجي بحال هكذا، وغادي نجيب هاد اوريو بسكوي اوريو غادي نحطو بحال هكذا من الفوق. غادي يجي بحال هكذا فوق الحلوة، ونحطو الحلوة ديالنا نثبتوه عليها نضغطو. بالنسبة للشكل الأول غادي يجينا بحال هكذا، كيجي منظر زوين. غادي نكملو في تزيين الكيك الأخرين اللي باقين عندي. الشكل الثاني غادي ناخد الكراميل اللي بغات لاغوسيط ديال الكراميل، راه كاينة عندي في ساميه فود، تقلبوا على الغوسيط الكراميل. غادي ناخذوا الكيك ديالنا وغادي نديروا الكراميل فوق. حتى هي نفس الشيء غادي نديروا هكذا قادو. كفكره بسيطه انا غادي ندير البسكوي، بسكوي عادي بحال هذا الشكل انا اللي خديت. غادي ناخذ واحد هنا في الوسط، غندير شويه ديال التفرتيس ديالو بحال هكا، وغادي نوضع نص ديال البسكوي باش تزين ليا. نقدروا ناخذوا طريف صغير من الاحسن باش يجي منظر جميل. درته بحال هكذا صافي. غادي نجيب الحلوه ديالنا وندير فوقها هكذا، نثبتها ونضغط عليها، كتجينا بهذا الشكل كيف كتشوفوا. نمشيو ندوزو للشكل الاخر. باش غادي نوجد واحد الطبقه ديال الكريمه حمراء، غادي ناخذ نص كاس ديال الحليب، وغادي ناخذ معلقه صغيره ديال كريم باتيسيير، ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده، وغادي ناخذ الملون في اللون الاحمر، ناخذ غير شويه. غادي نخلطهم كاملين وغادي نديرهم نخلطهم مع الحليب، وغادي نديرهم فوق النار مع التحريك حتى يعقد لينا. تقدروا تعوضوا بكونفيتير ديال الفريز بلاص هاد الكريمه. ها هي الكريمه عقدت لينا، ما بقى ليا غير نديرها فوق الكيك. بسم الله غادي ناخذ هاد الكريمه ونديرها من الفوق. بسم الله
نوزعها بحال هكذا. تقدروا تستغناو على الطريقه، ديروا غير كونفيتور ديال الفخيز ولا بحال هكذا الا كان متوفر. كنكملوا التزيين ديالنا، كل واحد والذوق ديالو. كتزيين ناخذ هاد لي فخوي كونفي نديرها في الوسط حمراء، تقدروا ديروا فريزه في بلاصتها. غادي نديروها هكذا فوق الكريمه، نضغطو كتجينا بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه للشكل الاخر غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الكريمه كريم شانتي، وغادي ناخذ معلقه تقريبا صغيره ديال قشره الحامض محكوكه، وغادي نخلطهم مزيان باش تجيني ديك النسمه ديال الحامض حاضره حاضره ليا في الكيك. وبحال هكذا كنبدلوا المذاقات شويه ماشي غير الديكور. صافي فاش كنخلطها راه غادي نديرها من الفوق. بسم الله، هادي كيجي المذاق ديالها روعه. نوسعها، غادي نقادها هكذا بحال هكا. وكتزيين غادي نزين بفيرميسيل صفر الى لقيتوه، ما لقيتوش تقدروا تخليوها غير بحال هكذا. كتزيين غادي ناخذ هاد فيرميسيل صفر وغادي نديرو غير الوسط بحال هكذا. ولا نقدر كاع نديرها كامله نغطيها، المهم على حسب الذوق ديالكم. نغطيوها باش تجي يكون عاطي لينا داك اللون الاصفر. نغطي لينا حتى العيوب اللي درنا بالكريمه. وغادي نديرها فوق الكيك بحال هكذا، نضغطو كيف قلت لكم كيجي الشكل ديالها بحال هكذا. هو الشكل النهائي ديال تشيز كيك ديالنا. كيف شفتوا معايا المراحل بسيطه، وباش نزينو بشكل متعدد وبمذاقات مختلفه درنا كيف شفتوا هنايا، درنا قشره الحامض وباش عطينا داك المذاق ديال الحامض اي الليمون، هنا درنا الكراميل وزوقنا بالبسكوي، هنا درنا الكريمه ديال كريم باتيسيير ودرنا الملون باش عطانا هاد الكريمه، هنا درنا اوريو مع لا كريم. يعني شي حوايج اللي بساط وكيزينوا لينا التشيز كيك ديالنا ولا الحلوه ديالنا. نتمنى ديروها حتى نتوما باش تكتشفوا هاد المذاقات. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده ومتنوعه في قناتي.